اتفضل. صباح الفل يا باشا. اهلا. ايه اهلا دي؟ مالها ناشفه كده؟ ايه زعلان؟ ليها حق ولا لا؟ يا باشا انا مفيش ولا حاسه باخدها من الاسم الا لما بكتب اسمك فيها. انا مش عايز اسم، انا عايز صوره العيال يفرحوا بيها في الجورنال. يا سلام، غالي والطلب رخيص يا باشا، لان انت بس كده على جنايه ولا حتى معتبره، وليك عليا انزلك مع الخبر صورتك. وادي الصوره يا ست عشان ما يبقالكيش حاجه. ايه ده؟ ايه اللي بقى في الدنيا؟ اديني الحق انت عليه. الله، وانا صايح انا بقى قاعد دلوقتي خالص. اخلص؟ لا، هتقولي المحمود، هتقولي مدير العام. انا بقى عايز وزير. ايه ده؟ في ايه؟ بطل تشرب. اه ايه في ايه؟ مالك يا فندم؟ ده باين عليهم خضاري وسوره بقى شيطانة. انا مخي ضارب. جينا بقى للكلام الملوش في الفايدة. انا مالي يا باشا؟ انا معقول يا باشا؟ وبعدين انا بقى عايز النيابه، هتقول النيابه العالم. انا مواطن وعارف قوي كويس. طب ايه ده؟ اعتداء على موظفين المستشفى اثناء تاديه وظيفتهم، ساعة عليهم الجنان وضرب فيهم الضرب. ما حصلش يا باشا، ده هم اللي اتحرشوا بيها في المستشفى. مستشفى؟ ايوه، اصل انا رحت المستشفى اسال على واحده خبطتها العربيه في الشارع وخدتها وجنت وهي بين الحياه والموت، ولما قلت لهم ان انا لا اعرفها ولا هي تعرفني عملوني على اني مجنون، وكل واحد يقول انت مالك ومالك، كاننا كلنا مقطعين من شجره، مع ان البني ادم اغلى حاجه في الدنيا. صح يا باشا؟ البني ادم اغلى حاجه في الدنيا. صح يعني؟ كلمني انا. انا طب ليه يا حاج في ظهرك يا عم كده؟ مفيش في الدنيا اغلى من البني ادم يا باشا. يا ابني بلاش شابوره اللي بتعملها لي دي. امرك يا باشا، انا مش ناقصه. امرك. قول يا ابني، مفيش اي بلاغ جالك من اي مستشفى هنا في المنطقه عن بنت ضربات عربيه؟ مفيش. كان فين؟ كان فين الحفل؟ بعد شيء مطيب على اليمين يا باشا. يعني هنا في مدينه نصر؟ ايوه ايوه في مدينه نصر. هنا في مدينه نصر مفيش. شكرا. مفيش. جالك كلام يا باشا؟ ما ودهاش مستشفى، يا عالم جرى فيها ايه ولا عملوا لها ايه؟ كده يبقى عنده حق في كل اللي قاله يا باشا. انسه ريهام ارجوكي، انا ما احبش حد يتدخل في شغلي. اسف. العربيه شكلها ايه؟ نوعها ايه؟ شكلها يخوف يا باشا. بقول لك شكلها ايه؟ نوعها ايه؟ ها؟ ياباني امريكاني؟ كبيرة صغيرة؟ ولا شعرتنا يا باشا، وانا كان عندي عربية، وانا بحلم حتى اركب عربية. نمرتها ايه؟ الله ينور عليك، امين الشرطة اللي هناك خد نمرتها قدام عيني. ومستني ايه؟ يلا بينا نلحقها. انسة ريهام. معلش يا باشا غصب عني، شم ريحة موضوعها يكسر الدنيا، وهو ده بقى اللي هنزل صورتك عليه. اسمح لي يا باشا. اتفضل. يلا. ايه ايه عادي.